التعليم، إذا لم نصرخ، إذا لم نحتج، إذا لم نقف، إذا لم نحاصر بكل ما نملك من قوى هذا الهجوم المتواصل. إذن مهرجون الخطائبي هذا تتخلله مجموعة من الكلمات، مجموعة من المداخلات بعنوان واحد، وأطلق صراح سليمان الآن وقبل الغد. حياة سليمان أصبحت في خطر، حياة سليمان أصبحت مسؤولية كل أحرار هذا البلد، حياة سليمان أصبحت أمانة في وجهنا، أمانة بين أيدينا، وأقل ما يمكن أن نقوم به في ظل هذا الوضع المرير هو أن نصرخ وأن ندين وأن نشجب وأن نقف عوض أن نتفرج. وأعتقد هذا الحضور هو في حد ذاته صرخة وفي حد ذاته إدانة لمثل هذا أو هذه الجريمة التي ارتكبت ولا زالت على أهبة أن ترتكب بسياق أكثر فضاعة. وقلت عندما سنكون أمام شهيد أو هو الآن مشروع شهيد، نتمنى صادقين أن لا نصل إلى هذا الحل، لأننا لا زلنا في حاجة إلى سليمان وأمثال سليمان من الأحرار لكي يضيئوا أمامنا هذا الضرب المعتم، هذا الضرب المظلم أمام أبناء جماهير شعبنا الكادح والتواقة للحرية والانعتاق والديمقراطية وكل قيم العدالة الاجتماعية والمساواة إلى غير ذلك. إذن لكي لا نطيل، أعود لأشكركم جزيل الشكر كل حاضرين، إطارات، أفراد، جمعيات، نقابات، صحافة محلية، عائلة الريسوني، لجنة الدعم الصحفي الريسوني، والرفيق والصحفي الشجاع حميد المهداوي الذي تكبد عناء السفر وتنقل من الرباط ليحضر معنا هذا المهرجان الخطابي ليعبر عن صدق عن إدانته وعن شجبه وعن تضامنه المطلق مع صديقه ورفيقه وزميله في مهنة المتاعب. لذلك نجدد الشكر والترحاب به وبرفيقته التي تكبدت أيضا عناء التنقل معه، فأهلا به مرة أخرى بمدينة العرائش بين رفاقه بين شرفاء المدينة وبين أحرارها، فحللت أهلا ونزلت سهلا بيننا. إذن بالمناسبة نؤكد على أن مهرجان الخطابي هذا أيضا يأتي بسياق تشكيل لجنة الدعم الصحفي سليمان الريسوني وباقي المعتقلين السياسيين بالمغرب، الذي المفروض أن نخرج بعائلة سليمان الصغيرة والكبيرة. فعلا موقف صعب جدا، كما قلت لا نريد شهيدا آخر في هذا الوطن، لا نريد رقما جديدا ينضاف لكي يكون شاهدا على استبدادية هذه الدولة، شاهدا على بؤس وعلى عبثية كما قال رفيق أيمن. نتمنى صادقين، وإن كان في السياسة ليس هناك تمني، ولكن يجب أن نعمل من أجل إطلاق سراح سليمان وأن يوقف أولا إضرابه عن الطعام حفاظا على حياته على الأقل، وإطلاق في نهاية المطاف كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الرأي والصحافة الحرة.